اخويا جيمي وحل الكروك يدي اليوم غامق. لا 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 يعطيك الصحة يا اخو. فاش جيمي؟ رباح جابك ربي يا اخو. الله يسترك لو كان تشوف لي مع ناس الخير. انا حاب نتزوج يا اخو. يا اخو ماشي كنا نديروا الفلوكة دوكا. سهلة هذيك. تم نشوف لها ميلويزي ونفروها. ميلويزي علاش؟ قلت دير لي طابوري ولا دير لي فلوكة؟ يا جيمي احكي لك على الزواج. انت تاع الزواج. الا واش خصني؟ يا اخو انا نصيحة في وجه الله انك انت يا السلالة تاعك ما لازمش تكاثر بزاف. واحد ديجا راه حاصلين فيه نهار كامل. اعطيني يا اخو دير لي فعل لي. اسمع يا اخو الزواج مسؤولية يا اخو. والله غنقدر لها. ديجا حكيت مع جداتي وقنعتها. واذا ما امنتنيش عطيني اونيتي نسمعك بودرك. فوالا ارى ارى. علاش يا اخو طالب الحلال؟ ديجا بديت نكبر. بالك نتزوج نستعقل. تسمى الزواج هذا كيفاش حبيت نفهمك؟ باغ اكزومبل انايا كنت صغير كنت نشوف الفتيات كانوا كاع ماكلين نجوز هكذاك الدريب اللي بيهم هكذاك تضحك كانوا يعيطوا لي زلاطان ابوروفيتش على بالك والله اصلا تشوف وي الو وي كريمه الدار واش صباح خو جيمي جيب لي قرعه زيت باتا فرماج و 3 كيلو بصل سيتو بلي. انا جامي نجيب لك البصل انا جامي ندخل حاجه اللي تبكي لي مرتي للدار على بالك جيمي. جيب هيا اوكي باي. ودك واش قلت جيمي؟ انا واش زواج واش راح نقول لك يا على بالك زواج هادي تبداها لك من الاول حبيبي احبك تعالى جيب داركم بعد ذلك تقول لك سامح لي ما ريبونديت لكش على خاطرش كنت نصلي هذه هي واش راح دير وبعد ذلك جيب لي غير جيب لي ديني حوس بيا هذه صاحبتي هاي جايه جيجي تبا معلش يا اخو انا حاب نعيش المغامره ولا تشوف تصويره تاع المغامره هذه راح تعيش معاها شو تصويره المضى ماذا ما لقيتهاش كريمة وري الزيت ما تشقيش روحك حنونة غير قلت لك انا اللي نطيب واش دخل طياب راح ننفذ الحكم نفدي الحكم نهار كامل انت تنفدي الاحكام تقولي راكي في ضرب محكمة ولا العادم اسمعي الناس الزيت هذه تسحقها للطياب ماشي التمسخير تاعك لو كان تعرفي هذا الزيت شحال راه يدخل لي دراهم لو كان راكم تشرو لي بجوارك شحال دخل لك الزيت هذه شحال 30 مليون سكتي علاش اونسي جامي تسمعنا ديك المسمومة 30 مليون هي هذه بلا لي بيبليسيتي صرا هكذا صحاب تيك توك يدخلوا دراهم كبار نعبي لي بها دراهم باطل علاه ما ديريش كيما انا مشي ندير كيما انتيا نطلس الفارينه والزيت في وجهي داك ما خصني خي من ويا يا خي تولي ميم تقدري ميم تولي انفلونسوس تاع طياب انفلونسوس تاع طياب انت مريضة واقيل حبيتي تجي تلقني انا لقيت لك حل وري غير يديك في عوض الله راكي طيبي باطل لو كان راكي تربحي في الدراهم ما لباليش ما دخلتليش ليدي هذه في دماغي تولي مشهوره تدخلي دراهم كبار تهلاي في روحك وفي جيمي صح ملي مشهوره زعما ملي مرفهه بصح لو كان نولي مرفهه جيمي يجيب خدامه ولا يجيب الخدامه هي تعدي الشغل والطياب او ما دخلتش عليا انايا سمعي كي تجي جيمي سقسيه كما تطبعي يما لا قلت لي تجي حقرك نعم جيراني كبار صغار اللي نعرفهم حتى اللي ما نعرفهمش مشكل كبير على بالك وش رايك لو كان تروح تمارس الرياضات القتاليه مثلا رياضه الكيميكاتا رياضه ايبوسوناغي كيما انا مثلا يجي حقرك واحد تخيك مو في السماء تعطيه في الارض صح عندك الحق صح كان يحكموني لابوليس نضربك شو واحد كيفاه؟ شو دخلني فيك انا هذاك شغلك خاطيني جاتني فكره نشري كلب نربيه ويولي حماليه مليحه هذه انت تخاف الكلاب مليحه هذه هكا تحكم معايا 6 شهور واحد اخرين باش نحيلك الخوف من الكلاب طبيب نسقسيك تفضل رجليك ما مشي وجعوا فيك لا اني بيان الحمد لله قل لي شكون هو الشخص اللي تخافوا أكثر في حياتك البائسة
كاين بزاف عباد نخافهم بصح ما كاش كيما مرتي. رانا كامل هكا. كيفاه؟ آه لا لا قصدي شوف قصدي المرأة لازم يعني تفرض رأيك فهمت؟ خاطش لو كان يعني تحلها العين واش دير؟ تقول لك اغسل الماعن روح طيب فهمت؟ بعد تقول لك لازم نروحوا نبدلوا الدار وتروح تكري في دار واحدة أخرى وتلقى روحك مع جوزة ومرأة نهار كامل وليها سلمي بيبي سلمي بيبي شوفي جبت شوفي جبت وبعد وانت غير خلص 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 خرج درهم خرج درهم خرج درهم علاش انت دايرين شغل بونكا فهمت؟ وليدك يخرج مهبول علاش ولعنة ولي نهار ثلاثة أو الحالة راهي تعبق من البيت يا خو كيفاش؟ ديمي حبيت نهضر معاك وواحد السوجي وماذا بيا تقبل؟ على بالي ما راحش تخرج على خير اليوم. اليوم ما راحش تخرج على خير واش كاين هضري؟ فوالا هضرت مع جوزيفين وجاكلين هادي كل ما تدخل شو واش كاين واش كاين هضري؟ بون جوزيفين ماشي جاكلين أنا حابة نحلها عشان يوتيوب يا خو هادي عمرها ما تصرات أنا الناس جامي يشوفوني مرتي وين راهي الحرمة وين راهم اللي ماتوا أنا جدي جامي ما شاف جداتي باريسبي خو ديمي قالوا لي فيديو وحده تاع طياب تجيب 50 مليون عيب عليك والله غير عيب عليك عيب عليك عيب عليك الهويبه هذه اللي عطاها لك سيدي ربي قايتك تحرمي بها الناس على كونديسيون وتش وتش كيبان يتكرفص صافي كاع تقبل كاش نهار قلت لك لا انايا كاش نهار قلت لك لا اسم كيفاش راح يكون ما على باليش انا قلت بالك كريمة لا بروبر ولا كريمة لا كويزين سي بيان كريمة لا كويزين ايو كوني شويه اوريجينال انا ما على باليش انايا ديري جيمي خذ بيدي الى الجنه برك ما تمسخر ولا جيمي سير سعادتي جيمي سميها كما تحب كيما نحب انا مرت جيمي داكور شوها هنا جيمي بعد الولد ما يجيش يتعشى راهو بوني ويلعب بالشو حتى الغدوة الصباح نوري كانت قرا الكتابات هنايا سمحي بدلتي اسم تاع لاباج ما بدلتش شحال من خطره نقول لك لازم تكوني سترونغ انديبندنت اي تشوف جيليش مرتي فهمتي يا ويلي لا سوب كاين مكفن بمام في حجري ما شبيك تشوفي وليدي الله يسترنا في راسك ان شاء الله تري مالها ما تكلش لا بنينه والله غير هيله انت اللي كانوا يحطوا لك الرهج تاكلو وتسكت عندها الحق مالها الواحد النهار كامل هو يستنى ويزيدوا يحطوا له ماكله مالحه خالتي سكينه خلاص دوك دائما لا باغار هكا في الطابله هذه خلاص دوك رانا عائله واحده وبيناتنا الملح اسمع واش راك تشير هنايا ايا قادر روحك انت يعني انا اللي سمحت لك بزاف واش راك تمعني هكاك تقصد لي المغرب قلت لك مرتك انايا ما كان لا ملح لا والو دخل الملح في العشره يا اخي الحوت في البحر ونهار كامل هو ياكل في بعضه خلاص دوك انا نكوموندي لكم لي تاكوس اي هذاك ما تعرفي انت نكوموندي لكم التاكوس لو كان جا العكلي حي حق هذا الملح التاكوس ما يدخلها للدار خاطر سكينه واش يدير الملح في يديك ايه سمعت باللي يا اخي فتحتي قناه بالبركه على بنيتي والله غير نحب كنت من اللي غير بصح سمحوا لي انا درك هو اللي طاحت يا تاني قدم لكم هذا البرنامج برعاية تشيزي رمضان مع تشيزي تعرفوا لها قدم لكم هذا البرنامج برعاية أجل
اللي يهمنا هو انتوما. قدم لكم هذا البرنامج برعاية بالجو بحار. لي يعرفوا لها على بالهم باللي رمضان في الجزائر ريحته وحدها، فيه اللمة والمعاونة حضرة، وفيه البنة مع تشيزي دايما. رمضان مع تشيزي تعرفوا لها. حقا يوم دلتك انت على المعن كيفاش؟ ندير كاملة المعن ما كنتش ضانة اللي الدنيا بهاد القساوة. سمحي لي يما، قلبي ما يحملش، ويدي مساكن وش ذنبهم يروحوا ضحية في الحكام. بنتي فكينا من المسلسل ديالك مع آجل بالغوت فريها. سائل الأواني آجل بالقوة الفعالة يزيل الدهون بسهولة. آجل سهلة ما تصعبهاش. استفيدوا من العرض الخاص لشهر رمضان الكريم. والله يا هذيك فاتي وصيتها باه تجيب لي الروبو، دارت روحها زعما نسات مسماره. حي مازال كي تاكل عليها هذيك. خالتي سكينه كاينه ابليكاسيون بالي ستور، نشري منها وخلاص. وشنو هذا بالي ستور؟ بالي ستور هذه ابليكاسيون فيها بزاف صوالح، حاجه اللي تسحقيها تلقايها فيها الكتروميناجي لي تيليفزيون حتى لي بي سي جيمر. وفيها هذيك صح، هذا هو الروبو اللي راكي تحوسي عليه انت. ايه هذا هو. هاي خلاص شوفي هانا كمونديله. اها وقتاش نروحو نجيبوه؟ يا خاتي ساكنه متعيش كامل روحك، كاينه لي فريزون يجيبولك حتى للدار. ايوا صاي كونك مهنيه. ان كليك ونكون عندك.